تأهل واخا جا صعيب. اليوم احنا فرحانين وناشطين كما تشوفوا الماتش ديال ألمانيا زادوا فيه اكثر من 10 دقائق الحد كان معنا. المنتخب لعب مزيان وبين على الشجاعه ديالو كما ديما. الماتش روعه تظلمنا في بعض اللحظات والان احنا فرحانين وناشطين الحمد لله على التأهل، واول فريق نسوي عربي تيتأهل للدور الثاني وهنيئا لكم. اول مره تيشارك المنتخب في كاس العالم تاع العيالات تاع البنات وتيوصل للدور الثاني، هذا راه انجاز كبير الحمد لله. كما شفتوا راه كلشي فرحان هنايا وكلشي بخير على خير والحمد لله. شتي الماتش تاع المانيا عشنا فيه بالاعصاب ديالنا 15 دقيقه زادوا 9 دقائق وزادوا 15 دقيقه راه بزاف. حنا ما كناش نتفرجوا في الماتش ديال المانيا باش نعرفوا كيف داير هذاك الاجواء، ولكن الحمد لله منين دازت الامور هنا راه الحمد لله على كلشي. دازت واعره زوينه، ضيعنا الفرصات بزاف ولكن الحمد لله لعبوا بحال السبع بحال منتخب الاخر ديال كوت مون ديال الرجال، فرحونا مزيان. والما مشات بحالها الحمد لله، الما مشات وهنايا كلشي فرحان ومزيان الحمد لله، داز الامور مزيان. هاد المباراه تاهلنا كان حاجه صعيبه وضيعنا الماتش مع الالمان الماتش الاول ضيعنا تما، ولكن الحمد لله بقاو لعبوا مع جنوب كوريا لعبنا مزيان وماركينا. اول مره في التاريخ طلع المغرب، اول مره بلاد اسلاميه طلع الكوت مون الحمد لله. فرحونا فرحونا بزاف كلشي ناشط. اسيدي هنيئا لنا الفريق الوطني الاحمر لنا بجهود ديما المغرب في المقدمه والمقابله القتاليه، وتنشكروا صاحب الجلاله نصره الله اللي تدعم الرياضه الاولى، وشكرا للجمهور المغربي جميعا شكرا. المقابله كانت صعيبه عندنا بزاف، كنا متعصبين كل دقيقه وخطا، والحمد لله على الله سبحانه وتعالى ما خسر لنا ست، وهكذا هو المغرب. شكرا.